بارك الله فيك لالا اختك ماريا، مرحبا بك، مرحبا بالطاقم ديالك. اول حاجه بغيت نقول بالنسبه لهذا الميدان هذا، باش دخلت ليه عن حب، حيت بصح ملي كنت صغيره ما في الحقيقه حتى شي حد في العائله ديالي ما عنده هذه الموهبه. بالحق ملي كنت انا صغيره كان كيعجبني هذا الشيء ديال بلدي، كيعجبني كيفاش كيكون، كيفاش جلي الباس، كيفاش كيصمموا من الخياط ولا المعلم، ومن هاد انطلاقا من هاد الشيء اللي كنت كنشوف ملي كنت صغيره حبيت ندخل الميدان ودخلت ليه. اول حاجه صوبتها لبنتي، صبت لها غوب على شكل قفطان، صافي لبساتو في المدرسه في الحفل ديال في اخر السنه وعجب الناس اللي لبساتو، صافي عجبني الحال انني نبقى نخيط. باش كانت بنتي يلا تقريبا دخلت لا موين. اول حاجه الجلابه اللي صوبت هذا العام، صوبت جلابه مفتوحه يقدروا يلبسوها سواء البنات الصغار سواء العيالات الكبار سواء لي جون ديال دابا. يعني التصميم اللي صوبت انا صوبته لا برودري، كيكون لا برودري كيكون في المهم اي حاجه تقدري تديريها. المهم صوبت لها هذا ولقى استحسان ديال الناس بزاف. لا خرجنا ستيلات اخرين، جلابه مودرن باللمسه عصريه تقليديه، بقينا في التقليدي وميمطو دخلنا ديك اللمسه ديال العصرانه. عندي الناس اللي كتساعدني، يعني الطاقم ديالي كامل كنشكرو من هذا المنبر، كنخدموا باليد وميمطو الماكينه، وحتى كنخدموا المعلمات سواء النباتات سواء المعلم خدمه المعلم. هادشي اللي كان الطاقم ديالي كنشكرو من هذا المنبر. هذا هاد الالوان الدارجين هذا الصيف، هذا الالوان فلاشي كنقولوا ليهم، سواء لو فير سواء هاد الاورانج سواء واحد لوغوز، كلهم هادو الوان فلاشي. او ميم طو كيكونوا البنات كيلبسوهم بطريقه يكونوا مرتاحين فيها. هادشي اللي خارج هاد الصيف. هذا حليمه عندها ميول فني، كنلبسها شي حاجه كنكون صوبتها ليها هي كتبقى تبوزا بوحدها في المرايا عجبها الحال فرحانه. قلت لها علاش لا ما تكونيش انت قدام الكاميرا وتلبسي لماماك تعاوني، وميم طو راه كتعاون راسها كتلبس اللي قلت ليها، والبوزات خالتها صراحه خالتها هي اللي كتعاونها في هذه القضيه، وهي هي تبارك الله عليها عندها ميول فني وكتلبس داكشي اللي صوبات ليها ماما. نقدر ندخلها حلاش حيت ميدان زوين، الا كان عندها ميول وهي بغات انا ما نقدرش نقول لها لا تقدر تدخل. بالنسبه للبنتي كانت في هاد كنا كنقراو الوليدات كيقراو عن بعد، والتيتشر ديالها كانت كتقريهم في واحد لابليكاسيون كانوا كيقراو لايف، وكانت كتعطيهم لي شونسون باش يابليكيوهم برقصات وهذا. وكانت بنتي من البنات اللي عند التيتشر ديالها انها الميور بين صحاباتها. فاش مشينا ناخذوا لي بيلتان ديالها كانت شكرتها
وقالت لها زعما تبارك الله عليك، وقال لها كيف شفت لا فيديو ديالك حسيت براسي راه كنشوف شي فنانه. بالنسبه لهذا الصيف تبارك الله كاينه موديلات زوينين ودارجين على الموضه، واللوينات حتى هما او ميم طون زوينين. كاينين جليبات كيف ما قلنا مفتوحين، يقدر يلبسهم البنت، تقدر تلبسهم اي واحد، يقدر يلبسهم سواء اللي داري الفولاغ سواء اللي بلا فولاغ، كيتلبسوا بزاف ديال الطرق ودارجين على الموضه، والكوليكسيون جديده هذه وحصريا.